بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في عين شمس الحقيقة كان عندنا مشكلة مع دخول جائحة الكورونا. احنا متعودين دايما على الاهتمام الشديد بالعملية التعليمية والتعليم المستمر، وده عن طريق المحاضرات والاجتماعات الدورية والكونفرنس اللي كنا بنعمله. فأصبح عندنا دلوقتي كان في مشكلة كبيرة، انه مع دخول الكورونا بقى توقفت العملية التعليمية المباشرة فيس تو فيس، وأصبح إزاي إحنا نقدر نتواصل ونكمل العملية التعليمية بصفة مستمرة رغم ظروف الجائحة. الحقيقة استنينا شهر شهرين بس لقينا العملية فعلا هتطول وهيبقى صعب جدا إن إحنا نكمل على هذا الوضع. ومن هنا جت فكرة إن إحنا نعمل حاجة اسمها عين شمس نيورو إكسبرت ميتينج أكاديمي. الأكاديمي دي قائمة على إنه في 7 وحدات في الاسم: وحدة الستروك، وحدة الام اس، وحده الابيليبسي، وحده الموفمنت ديس اوردر، وحده البيدياتريك نيورولوجي، وحده الجنرال هيديك. وفكرنا واي نوت ان احنا نحاول نجيب التوب اكسبرتس على مستوى العالم في كل تخصص، سواء في الستروك سواء في الام اس اند سو اون، وندي سيريز من المحاضرات بحيث نغطي السنه كلها. ابتدينا الحقيقة ب 3 ويفز في الستروك، وبعد كده 3 ويفز في الام اس، وحاليا احنا وي ار جوينج على 3 ويفز في الهيديك، كان ده السبيشاليتي، الجزء الخاص بالجنرال نيورولوجي. ولقينا انه فعلا ات واز فيري سكسسفول وبنقدر نستفيد كلنا، وهنكمل ان شاء الله ان شاء الله بقية الويفز في التخصصات الاخرى من الاعصاب، بحيث ان احنا تقريبا نغطي كل الحاجات الخاصة بالأعصاب على مدار السنة. وبتبقى فرصة الحقيقة ان كل يشارك ويحصل ديسكشن مع التوب اكسبرتس على مستوى العالم. والحمد لله يعني كل ويف بنلاقي ان الحضور في تزايد مستمر، والميزة كمان انه المحاضرات المهمة دي كلها الحقيقة موجودة على الويب سايت، ورفعناه على الويب سايت بتاع الاسم، بحيث انه سهل جدا ان اي حد يخش ويقدر يتفرج على المحاضرة كاملة بالدسكشن كلها. وان شاء الله نتمنى ان احنا نقدر نواصل ده بصفة مستمرة حتى بعد ما جائحة الكورونا تنتهي. يعني الحقيقة في دروس مستفادة من جائحة الكورونا كلها، طبعا فيها عيوب كثيرة، لكن اكيد بعض المزايا اللي استفدناها منها ان احنا نقدر نطور العملية التعليمية ونحافظ ليها على الاستمرارية ان شاء الله.